خلينا نروح بقى لمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر في دور 16 من كأس مصر، مباراة اللي انتهت بفوز بيراميدز على النادي الأهلي وإقصائه من البطولة. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله أنا شفت لقاء كان طبعا مباراة هايلة، طبعا نادي بيراميدز اللي هو نادي ما شاء الله يعني في ثالث مكسب يكسبوه وضد خصم عنيد وقوي ونادي بطولات النادي الأهلي، فأنا شايف برضو إن هو نادي بيراميدز يستحق إن هو يكسب المباراة ديت، إنه أدى مباراة رائعة في الشوط الثاني بالذات. النادي الأهلي وصف كتير لمرمى بيراميدز، أضاع فرص كتيرة جدا، وإحنا بنقول برضو إن اللي بيضيع كتير بيستقبل، ففعلا فعلا النادي الأهلي ضاع كتير وما استفادش بالنسبة للأهداف اللي ضاعت دي، فاستقبل مرمى بأكثر من هدف. نادي بيراميدز لعب على يعني علي معلول طبعا استغل ثغرة كبيرة جدا جدا، الراجل ثبت له محمد أولاما بشكل كويس، الراجل نزل الشوط الثاني طلع فتحي ونزل نص الملعب عمر جابر، عمر جابر لعيب كورة ولعيب كويس ولعيب بيعمل سرو كويس ولعيب سريع يقدر يعمل الجزء الدفاعي برضه، فعنده حته نزعه هجوميه برضه. شفنا لعيبه نادي بيراميدز، احنا لو شفنا لقطات من المباراه هتلاقي اربعه او خمسه داخل الصندوق في كثافه عدديه في الصندوق عشان يفنشوا الهجمه دي، ودي ادوهم برضه. النادي الاهلي كان في مساحات كبيره، فالنادي الاهلي كان بيهجم فمدي مساحات ورا خلف خط الضغط، فدايما بينقلوا الهجمه بطريقه سريعه. العامل البدني اثر كبير جدا جدا، شفنا النادي الاهلي بدا كويس والشوط الثاني نزل العامل البدني، الاهلي مفيش جاهزيه الشوط الثاني، فباين العامل البدني قليل جدا عنده لسه ما دخلش الفورمه بشكل كويس. فرقت بقى مع لعيبه بيراميدز ان هم مكملين المباراه بشكل رائع طبعا، ان هم بدنيا متجهزين صح وهم عارفين القسم كان قسم تقيل وقسم قوي، فبالتالي برضو الراجل يعني عارف قيمه القسم اللي بيلعبه. فانا شايف ان هو يعني حد كبير جدا جدا نجح ان هو يوقف مفاتيح النادي الاهلي، وفي الشوط الثاني قدر يستغل الاخطاء وكان ممكن بيراميدز يسجل اكثر من هدف، لكن ربنا اراد ان هو يصاب المركز الاول. كابتن ايمن منصور نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، نورتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس، بشكرك جدا على وجودك معانا.